أيها الشباب تحملوا هذه المسؤولية، اعملوا من أجل هذه المسؤولية، تفهموا هذه المسؤولية، كونوا اجعلوا أنفسكم في مستوى هذه المسؤولية. هذه المسؤولية هي مسؤولية لا إنقاذ العراق فقط ولا إنقاذ المنطقة فقط، بل إنقاذ للعالم على المدى البعيد. شباب العراق من العراق، شباب غير العراق، المؤمنين من بلادهم كل في بلده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذلك، ثقافة الغدير وثقافة عاشوراء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.